شوفوا يا جماعة شلون كيكة تخبل تخبل. مرحبا أصدقائي، شلونكم؟ أتمنى تكونون بخير. أنا الحمد لله بخير، واليوم الفيديو راح يكون طبخ كيكة مثل الكيكة اللي شفتوها بعنوان الفيديو أو بصورة الفيديو. طبعا هاي الكيكة رهيبة رهيبة رهيبة، يعني أنا ما أعرف شلون راح أكلها، يمكن راح أكلها كلها. المهم يا جماعة خلينا نبدأ بالكيكة. هاي حضرت لكم الجهاز، لازم تستخدمون هذا الجهاز لأن هذا يخلط الكيك كلش زين. ست البيت، هاي يسموها ست البيت بالعراقي، بس إذا تسووها بالخفاقة يمكن تكون يعني ما موزعة الأشياء بشكل متساوي. المهم أول شيء راح نحط البيض، 5 بيضات، ونخفق البيض. طبعا يا جماعة المكونات كلها موجودة بصندوق الوصف، وأيضا راح أكتبها على الشاشة قدامكم حتى تأخذوها وتشوفوها. عندي هنا 1.5 كوب من السكر، نسد عليها ونخفق مرة ثانية. بعدين نضيف 3/4 الكوب من الزيت النباتي. نجيب 4 ملاعق من الكاكاو بدون سكر. واو الريحة رهيبة رهيبة. 2 3، مو مشكلة إذا كثرت شوية. وملعقة نسكافيه. هسه راح نجيب الطحين والحليب. الطحين راح نضيف له 2 ملاعق شاي، هاي الصغيرة 2.5 ملاعق، هاي 1 2.5، والحليب راح يكون 1/2 كوب حليب. طبعا راح نشغل الآلة هاي. اوكي راح نضيف الحليب. هسه الكيكة صارت متجانسة، اختلطت تماما. راح احط لها بشر ليمون. طبعا انا اثناء الخفق كنت قاعد اضيف الطحين والحليب بالتناوب عن طريق هاي الفتحة، يمكن انتم ما شفتوها بس كنت فعليا قاعد اضيفها. وهسه بشر الليمون وهيك تكون الكيكة اكتملت عندنا. خفقة اخيرة، راح ادهن القالب بالزيت النباتي او بالزبدة اذا تريدون. يا سلام. افرغ الكيكة بالسباتيلا حتى اتأكد انه كل شيء نزل عندي. اوكي يا جماعة هسه الكيكة صارت عندي جاهزة للدخول للفرن. الفرن لازم اشعله قبل وقت، انا قبل فترة فتحته، فهسه راح احط الكيكة وبعد 1/2 ساعة نشوف النتيجة. اوكي اصدقائي هسه راح نسوي وصفة التزيين اللي هي قناج الشوكولاتة. عندي هنا المكونات، وزنتها بالميزان الحساس 250 غرام شوكولاتة، عندي غامقة وعادية راح احطها على جنب، وعندي هنا 60 غرام زبدة و80 ملي حليب. راح احط الزبدة والحليب بالطاسة هاي وراح احطهم بالمايكروويف وارجع لكم. اوكي يا جماعة هسه بعد ما طلعته من المايكروويف وهو حار احط عليه الشوكولاتة. طبعا الشوكولاتة لازم تكون قطع صغيرة، فانا جبت كبيرة لازم اكسرها. يفضل انه تجيبون قطع هاي الصغيرة، بس عادي اذا ما توفرت عندكم هاي كسروها. اوكي هسه خليها تتغمس بالحليب والزبدة بهاي الطريقة حتى الشوكولاتة تذوب. وراح اجيب قطعة كلينس اوكي وحط فوقها صحن حتى ينحبس البخار. طبعا هاي الطريقة جبتها من امل المزرياحي صديقتي، الى ان يعني بعد 5 دقائق نرجع لها تكون الشوكولاتة ذابت. اوكي هسه بعد 5 دقائق راح نجي ونشوف النتيجة. نحرك المزيج، تكون الشوكولاتة المفروض ذابت. اوكي الشوكولاتة هسه ذابت كلها. واو شوفوا القناج يا جماعة، شوفوا شلون
خل تطلع الكيكة وراح نزينها بهذا ونسوي كريمة أيضا ونزينها بيها. أوكي يا جماعة، هسه راح نسوي الفراولة اللي راح نزين بيها القالب. طبعا نجيب الفراولة بهالطريقة، نجيب حوالي 7 حبات فراولة أو 6 ونقطعها بهاي الطريقة بالطول. أوكي، هسه صارت عندنا هاي القطع بمختلف الأحجام. طبعا أنا محضرة قطع سابقا ومقسمتها هنا، الحجم الأصغر فالأكبر فالأكبر وهكذا. أنتوا هم قسموها القطع اللي راح تسووها، وزعوها مثلا هاي الصغيرة أحطها ويا الصغار حتى بعدين يسهل علينا التزيين. وبهالطريقة يكون عندنا حشو الفراولة جاهز. هسه نستخدم الحشو العادي اللي هو الكريمة. اوكي، هسه انا دخلت ماي بالفريز حتى يصير كلش بارد. كل ما كان الماي بارد كل ما الكريمة تنجح وياكم اكثر. طبعا انا استخدم كريم شانتيه من هاي النوعية، واستخدم 4 مظاريف، على كل 4 مظاريف 300 ملي ماي. انا ما التزم بالكمية اللي هم ذاكريها. فإذن 4 مظاريف و 300 ملي من الماء البارد أو حليب بارد. وبالنسبة للخفق، أول 30 ثانية راح أخفق على درجة قليلة وبعدين راح أزيد الخفق إلى أن يدخن وياي المزيج، وأثناء الخفق لازم أحرك الخفاقة. فإذا أول شيء على 1 وبعدين أزيده على 5. اوكي اصدقائي، صارت عندنا هسه الكريمة. هاي هي الكريمة، صارت جاهزة ثخينة كلش حلوة، جاهزة للتزيين. ننتظر الكيكة تبرد. هي هاي الكيكة انا مطلعتها من الفرن، صار لي فترة بس الكيكة بصراحة ما بردت، فراح انتظرها تبرد. راح اقص الطبقة الخارجية هاي حتى تكون متساوية وراح انتظرها تبرد. لازم تكون الكيكة باردة. اوكي اصدقائي، هسه بعد ما بردت عندي الكيكة راح اجي اقطعها بهاي. هاي اشتريتها من ايكيا، صورت لكم بلوج وراح اراويكم من وين بالضبط اشتريتها. راح اقصها، تأكدوا انه تحطوها بالمستوى اللي انتم تريدون. اوكي اخيرا فتحنا الكيكة، يا سلام. طبعا اصدقائي انا راح اجيب هذا الصحن لان ما عندي صحن الدوار، هذا بديل مناسب للصحن الدوار، لان هذا الصحن شوفوا شلون شكله بحيث يعني اقدر الفه هيجي. فراح احط بي الكيكه بهاي الطريقه. طبعا ينصحون دائما انه الكيكه تكون مقلوبه، يعني هذا وجهها بس احنا راح نقلبها، وهاي هم راح نقلبها عليها بعدين يعني. فنبدي نزين. راح نبدي نجيب الكريمه اللي سويناها. وهاي ايضا قطعة جبتها من ايكيا متوفرة كلش حلوة. بعدين راح اجيب مربة الطماطم راح ازين بها الكيكة. اوكي اصدقائي، مربة الفراولة مو مربة الطماطم، انا غلطت. بعدين راح نجيب الكيكة نقلبها بهالطريقة. هنبدي نزين الكيكة. طبعا الكيكة ما بردت بشكل كامل بس يلا. فبهالطريقة راح نغلف الكيكة نفس القطعة هاي اللي جايبيها من ايكيا. اوكي هذا كان يزعجني بصراحة. تقريبا صارت الكيكة جاهزة للتزيين. جبت الجناج الشوكولاتة هذا اللي قبل شوي سويناه سوا، طبعا هذا حطيته مرة ثانية بالمايكروويف وخليته يسيح لأن راح أسوحه على الكيكة. هنا جبت كيس راح أحط بيه الجناج.
اوكي يا جماعة، صار عندنا هذا المنظر. مو مشكلة، شوية ما ادري ما طلعت حسب التوقعات، بس تظل طيبة. يعني راح اقسم الكيكة عدة قطع، وكل قطعة بيها من هاي. وهسه راح نحط الفراولة هنا. راح نجيب القطع الاكبر، راح نظل نحط طبقة من الكريمة، نجيب عليها قطع الفراولة، وكل ما دخلنا جوا كل ما صغرت حبات الفراولة. اوكي يا جماعة، هنا قررت احط قطع فراولة حتى شوي نجمل الكيكة. قولي يا جماعة إذا حبيتوا تذوقون هاي الكيكة، منو بيكم اشتهاها يكتب لي. شنو الكيكة، شنو الكيكة، شنو الكيكة، شوفوا يا جماعة شنو الكيكة، تخبل تخبل. لا تنسون يا جماعة، اللي ما مشترك بقناتي يشترك بقناتي ويسوي ضغط على زر الإشعارات، واللي ما مسوي لايك لي هسه خلي يسوي لايك. أتمنى هاي الكيكة تكون عجبتكم، أنا بصراحة كلش عجبتني، ما أقدر أنتظر لحد ما نقصها اليوم وناكلها ونلتهمها. وأشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي. مع السلامة.